وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وعلى القارة الكبرى ووجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الأجواء على مختلف أنحاء البلاد هيظل حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن احنا يعني من المتوقع خلال الأيام الجاية هيكون في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة. طب خلينا الاول نتكلم عن النهارده، لان طبعا النهارده باذن الله يعني مكمل معانا الاستقرار في الاحوال الجويه، واللي تعتبر في قيم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، واللي متوقع فيها عظمى على القاهره الكبرى 33 الى 34 درجه مئويه. ما زالت مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فطبعا بتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. لكن عشان مصادر الكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط نسب الرطوبه موجوده في ان قيم درجات الحراره اعلى من ال 33 او ال 34. حضرتك بتقولي نسب الرطوبه اعلى الفتره دي، لسه عاليه مرتفعه. نسب الرطوبه مرتفعه، ده بيخلينا نحس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، لان الكتل القادمه من على البعض. هو صوت حضرتك في صوت، بس في مشكله في السيجنال، فلو حضرتك بس يكون في مكان اوضح. احنا دلوقتي بنتكلم على نسب الرطوبه، بنقول ان نسب الرطوبه هي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات الحرارة العالية، رغم ان قيم درجات الحرارة اللي احنا بنسجلها بتكون منخفضة او حول المعدل الطبيعي. صحيح. النهار بتظل اجواء حر رطبة في الاماكن الشمالية من سواحلنا الشمالية للوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات شمال الصعيد. تبقى شديدة الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا فترة الظهيرة. كمان في فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن عظمة الرطوبة بتكون فترات الليل، فبالتالي أيضا أنا ما زلت بحس بالأجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة فترات الليل، لأن في الأماكن المفتوحة المدن الجديدة بحس بوجود نشاط للرياح ممكن يقلل بعض الشيء إحساس نسب الرطوبة، لكن انا لو موجود في اماكن مغلقه بحس بنسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده. انا عايزه اقول لحضرتك ان امبارح الجو كان فيه يعني ساقع شويه، يعني عارفه اللي هو خلاص انت بدأ مستعد كده ان خلاص الاجواء لطيفه جدا بالليل. هي فترات الليل بالفعل في الاماكن المفتوحه بشكل صحيح. كبير او مع وجود نشاط للرياح، لان بالامس كان في نشاط للرياح في معظم المحافظات فترات المساء وساعات الليل، قلل نوعا ما احساسي بنسب رطوبه، لكن الليله اللي جايه دي هيكون في هدوء او اعتدال في سرعات الرياح، فهيخلينا نحس ما بين الاجواء المعتدله الى المائله للحراره. خاصه كمان ان احنا في الايام اللي جايه من بكره الخميس ان شاء الله وحتى يوم السبت اللي جاي هيكون عندنا ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره، وده هياثر على فتره الليل كمان، فاحنا عندنا بكره متوقع عظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه. ذروه الارتفاعات هتكون الجمعه والسبت، لان احنا هنتاثر بكتل هوائيه صحراويه. الكتل الهوائيه الصحراويه دي نسب الرطوبه فيها منخفضه، لكن طبعا هتؤدي لارتفاع في قيم درجات الحراره طبعا، وعظمى على القاهره الكبرى هتكون 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده اعلى من المعدل بحوالي 3 الى 4 درجات، ومع يوم الاحد تعاود ثاني قيم درجات الحراره ان شاء الله الانخفاض في المعدلات الطبيعيه، ويمكن كمان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بعد فتره الارتفاعات نحس بالانخفاضات في فترات الليل بشكل ملحوظ، هيكون في منخفضات جويه حاسسنا بنسب رطوبه اقل وقيم درجات الحراره هتنخفض. الفتره دي فتره متقلبه رغم ان احنا هنبدا خلاص فصل الخريف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، لكن ما زلنا بنتعرض لبعض طبعا تغيرات وتقلبات. بالظبط الفتره دي. طب بالنسبه لحركه الملاحه يا دكتور، لان في ناس يعني لسه ما زالت بعض السد المصطفين موجودين في الاماكن الساحليه، فحابين نطمن برضو عن حاله البحار. هو احنا اليوم تحديدا الحمد لله عندنا اعتدال سرعات الرياح في الاماكن الشماليه وكمان على البحر المتوسط، فارتفاع الموجه على البحر المتوسط ما بين 1 الى 2 متر،
وقاحا لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، وايضا البحر الاحمر معتدل وقاحا تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. وبصفة عامة الحمد لله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. هنخلي بالنا فترات الصباح الباكر من الشفوره المائيه، لان خلاص كمان يمكن احنا بالامس اصدرنا بيان لفصل الخريف وتوقعات الموسميه لفصل الخريف ضمن الظواهر الجويه اللي بتبدا تشاهدها جديد في فصل الخريف الشفوره المائيه. طبعا الشفوره المائيه طبعا بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق الزراعيه والسريعه والخارجه المسطحات المائيه، لكن هي سرعان ما بتختفي مع طلوع عشان الشمس. فمهم بقى في الفترات اللي جايه خاصه الصباح الباكر مع وجود الشفوره المائيه لازم تكون القياده بالتزام وبحذر شديد، ونخلي بالنا من التقلبات الجويه بين فترات النهار وفترات الليل، لان كمان هنبدا نحس بالفرق ده بين فتره النهار وفتره الليل. خلي بالنا كمان من نزلات البرد ونوعيه الملابس، لان فصل الخريف هو التقلبات دي اللي بتخلينا فعلا حر الصبح جدا، وبالليل الجو بيكون فيه نسمه هواء، فممكن مع تغيير الجو من الصبح بالليل لبالليل طبعا، واولادنا اللي بينزلوا مدارس في الساعات الاولى من الصباح بيكون الجو برد عليهم. بالفعل هي بتبقى دي الفتره بقى اللي احنا بنوعيه الملابس حتى مش عارفين نلبس ايه، فتستيكي مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه، نعرف قيم درجات الحراره كل يوم، ونأقلم نفسنا مع اي قيم درجات حراره او ظروف جويه مختلفه. توقعات الموسميه كمان لفصل الخريف بتشير ان معدل الامطار في الحالات الجويه اللي هتاثر علينا في الخريف هتبقى ازيد من السنوات السابقه، فهيكون عندنا زياده في معدل الامطار. خاصه ده كمان ده موسم السيول والامطار في محافظات بعيد او السلاسل او سينا، فهو فصل الخريف فمهم جدا في الفتره اللي جايه في ظل التغيرات المناخيه المتابعه الجيده طبعا. وعشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر، بشكرك شكرا جزيلا، وحضرتك دايما بتاكدي علينا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه ان احنا لازم يكون معانا جاكيت خفيف خاصه كده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. العظمى على القاهره 34، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 34 23، اسكندريه 34 23، العلمين الجديده 35 22، مطروح 38 24، دمياط 30 22، بورسعيد 30 22، اسماعيليه 34 24، السويس 34 24، العريش 31 22، كاترين 29 17، طابا 32 27، حلايب 33 28، شراتين 36 27، شرم الشيخ 36 28، الغردقه 36 27، الفيوم 34 24، بني سويف 35 24، الوادي الجديد 37 28، اسيوط 36 24، سوهاج 36 25، قنا 37 26، الاقصر 37 27، واخيرا اسوان 38 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، لكن في ارتفاعات يمكن ملحوظه يعني مش من النهارده، من بكره وبعده لحد يوم السبت، لكن بعد كده هتعود في الانخفاض مره ثانيه. هرجع لشاذلي ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديم. شكرا ليك.